بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى خطاهم وسار على ملتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، إنه عز وجل جواد كريم. نسأله عز وجل أن ييسر أمورنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله، وأن يرفعنا بها، وأن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، هذه المحاضرة كما ذكر الشيخ هي بعنوان صناعة السحر. وحتى لا أكرر كلاما قاله المشايخ قبلي، فسأقدم لكم بإذن الله عز وجل خلاصة تجربة عشتها مع هؤلاء السحرة الأشرار، ومع هؤلاء الذين لا يصلون إلى الإيمان، لا يصلون إلى رتبة السحر ودرجة السحرة إلا بعد أن يتخلوا عن دينهم، ويخرجوا من عقيدة ربهم، وينتقلوا إلى عبادة الشيطان وطاعة والبعد عن طاعة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن أقدم لكم شيئا من صناعة السحر، وشيئا من أخبار هؤلاء السحرة، وشيئا من استخدامهم للجن والشياطين، أقول لكم أيها الإخوة، إن أعظم أمر أوجبه الله عز وجل علينا هو توحيده سبحانه وتعالى، وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وبين خطره وعظم ذنبه، فقال الله عز وجل أولاً: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وبين لنا فضله ومكانته، وبين لنا الشرك، وبين لنا صلى الله عليه وسلم وسائله وطرقه، فأمرنا بالتوحيد وحذرنا من الشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك من أعظم الذنوب التي يقترفها العباد، ولذلك كان جزاؤه أن الله عز وجل لا يغفره لصاحبه. والشرك له أبواب، وله وسائل، وله طرق. من هذه الطرق السحر، فالله عز وجل بين لنا في كتابه، في قوله سبحانه وتعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالسحر تعلمه وتعليمه كفر بالله سبحانه وتعالى. وسنقدم لكم بإذن الله عز وجل نماذج من هذه الصناعة، لنؤكد لكم أولا أن الساحر لا يستطيع أن يكون ساحرا إلا إذا تخلى عن دينه، وابتعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هناك بعض النماذج التي سأطلعكم عليها الآن هي نماذج صور، ثم بعد ذلك سأريكم بعض اللقاءات التي أجريت مع مجموعة من هؤلاء السحرة، والتي تبين لكم بحقيقة وبوضوح وبجلاء أن السحرة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً إلا بإعانة الجن، ولا تستطيع الجن أن تخدمهم إلا إذا خرجوا من دين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في كتابه قال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال المفسرون: استمتاع الجن بالإنس هو أن يعبده من دون الله، واستمتاع الإنس بالجن هو أن يخدمه في قضاء حوائجه وإلحاق الضرر بالآخرين. سنرى الآن بعض النماذج وبعض الأمور التي من خلالها تتعرفون على هؤلاء السحرة. هذا الذي بين يديكم الآن، لو تشاهدون كثير من السحرة تجدونهم دائما يحرصون على لبس الخواتم، نادرا تجد ساحر ليس معه خاتم. جميع السحرة يستخدمون هذه الخواتم، وتجدون في بطونها أو في الفص الذي يكون في الأعلى هذا الشعار الذي هو النجمة وهذه الحروف المتقاطعة. هذا الشعار يسمى عند السحرة بالخاتم السليماني، نسبة إلى سليمان عليه السلام، وهو كذب وباطل، لكنها إحدى الوسائل والطرق التي يعرف بها السحرة. تأملوا الآن هذه قطعة قطعتها من إحدى كتب السحر. هناك كتب للسحر تبين كيف تصل إلى السحر. الآن الكلام الذي مكتوب أمامنا التالي: باب للطلاق، يعني ما هو الطريق من أجل أن تطلق فلانة من فلان. قال: تكتب سورة الطلاق في ورقتين أو ورقة وإناء، ثم يمحى الإناء أو إيش؟ 10 50 3 60، وتمحى بماء 50 13 60 5، وترش في البيت، والورقة الثانية تلقى في 20 50 10 80، ثم يقول: فإنه طلاق فاتق الله تعالى فهو كفر والعياذ بالله. الآن أنت حينما تقرأ لا تشعر أن هناك كفر، ولا تشعر أن هناك شرك، عبارة عن طريقة ليذكرونها وتذكر هذه الأرقام، لكن هذه الأرقام هي عبارة عن رموز وإشارات إلى كلمات ومدلولات يفهمها السحرة. انظروا اللوحة التي بعدها، هذا اسمها حروف أبجد هوز، ولو تذكرون قنوات السحر حينما كانت تبث كان يقول: تفعل 50 63، يقول له: ما اسم أمك؟ فيقول: اسمها 10 03. هي عبارة عن حروف أبجد هوز، كل حرف من حروف أبجد هوز حطي كلم سعف قرشت تخذ ضضغ، كل رقم من هذه الحروف أو كل شيء من هذه الحروف له رقم. يعني هناك قال: تكتب سورة الطلاق في ورقتين أو ورقة وإناء، ثم يمحى الإناء أو 10. انظروا 10 يمثل حرف الإيش؟ الياء. ثم قال 50 50 يمثل حرف النون، ثم قال 3 يمثل حرف الجيم. إذن عندنا حرف الياء والنون والجيم، ثم قال بعد ذلك الرقم 5 نجده الهاء. فإذا جمعنا هذه الحروف يكون معناها إيش؟ ينجس. نعود الآن لقراءتها: تكتب سورة الطلاق في ورقتين أو ورقة وإناء، ثم يمحى الإناء أو ينجس، يعني تأخذ هذا القرآن وتنجسه، ثم تنجس هذه الورقة وتمحى بماء
إذا أعدنا هذه الأرقام التي بعدها بماء النجاسة وترش في البيت والورقة الثانية تلقى فيه، إذا أعدنا هذه الحروف يكون معناها الكنيف وهو مكان قضاء الحاجة. فمعنى هذا حتى يتم الطلاق فلا بد أن تكفر بالله، ولهذا قال فاتق الله تعالى فإنه كفر والعياذ بالله. فالساحر لا يستطيع أو الجن لا تخدم السحرة إلا إذا كفروا بالله سبحانه وتعالى. ودائما لهم خاصة مع القرآن أمور عظيمة، فحتى يكون ساحر لا بد أن يأخذ المصحف ويضعه تحت قدمه ثم يدخل به في أماكن قضاء الحاجة، أو يأخذ مجموعة من المصاحف ثم يلقي عليها حاجته أو بوله أو نحو ذلك، وبهذا يكون قد كفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا ما كفر بالله فإنه ينتقل بعد ذلك إلى أن الجن تبدأ تخدمه وتقضي له حوائجه. أيضا من علامات السحرة والكهنة أيضا قراءة الكف والفنجان. ناس تتساهل كثيرا، يعني خاصة في بعض الدول العربية يكون إنسان جالس فيمر عليه شخص يقول تريد أقرأ لك الكف، أو في بعض البلاد العربية يقول أفتح لك الخيرة، يعني أنظر ماذا اختاره الله عز وجل لك، ثم يبدأ من خلال شرب يعني فضلات القهوة التي تشربها أو الكأس الذي تشربه أو من خلال تقاطيع يدك يستطيع أن يرسم مستقبلك في ما سيأتي، ويقول لك التالي: أنت موظف تقول لا، تقول إذن ستتوظف، أنت متزوج تقول لا، تقول إذن ستتزوج، عندك مشاكل في أسرتك تقول لا، يقول ستكون هناك مشاكل، فيخبرك بأشياء هي من طبيعة الحياة. لا بد الرجل وهو متزوج أن يقع بينه وبين زوجته خلاف، الذي لم يتزوج سيتزوج، الذي لم يجد وظيفة سيبحث عن وظيفة حتى يجدها، فيبدأ يعطيك هذه الأشياء التي هي بعيدة كل البعد عن الصحة، لا الصحة لكن تنطلي على للأسف على كثير من الناس. أيضا لو ترون الآن هذه الصورة، تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة إيش؟ فلا ودع الله له. هذا هو الودع الذي هي الأصداف الصغيرة تستخرج من البحر، تؤخذ هذه الأصداف وتضرب هذه الأصداف على هذا الجلد، غالبا ما يكون جلد ذئب أو غيره، ثم بعد ذلك من خلال شكل هذه الأصداف أو من خلال أنها أتت على ظهورها أو بطونها يبدأ يحسب للإنسان كيف يكون مستقبل حياته. هذه أيضا نماذج من الودع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآن من خلال هذا الفنجال تستطيع هذا الكاهن أو الساحر أن يقرأ لك مستقبل أيامك، فيكون مستقبل أيامك مبني على فنجال قهوة. هذا الرمل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الخط في الرمل، يعني يأتيك شخص يقول أنا سأعرف مستقبل حياتك، فيأخذ يأتي بعود ويبدأ يخطط في الأرض ويقول سيكون لك كذا وكذا في مستقبل أيامك. هذه أيضا مجموعة، هذه قذارة. السحرة لا يعملون إلا في أماكن قضاء الحاجة، لا يعملون إلا في الأماكن القذرة. هذه عبارة عن حربة وروث فرس، وترون أنه يأتي فيأخذ ورقة ويكتب فيها فلانة بنت فلان بنت فلانة، يصرفها عن فلان ابن فلان، وبهذا يبدأ البعد بين الزوج وزوجته. أين توضع مثل هذه الأوراق التي يكتب فيها علامات السحر وأدواته؟ إما أن تلقى في البحر، أو توضع في المقابر، أو توضع في مثل هذه الأماكن القذرة. يأخذ حرباء ميتة ويفرغ ما في جوفها ويضع هذه الورقة ثم تدفن في الأرض، ويبقى ذاك الرجل وتلك المرأة على شقاق وخلاف حتى ييسر الله عز وجل من يحل هذه الورقة ويستخرجها.
إذن هذه مجموعة طبعا، هذه أيضا أيها الإخوة عبارة عن أقمشة يستخدمها السحرة. هذه الأقمشة يأتي شخص يكون ثري طبعا، فيذهب إلى ساحر مرموق ويقول أريدك أن تفرق شمل الأسرة الفلانية، فيأخذ هذا القماش وأحيانا قد يكون ارتفاعه 3 متر في 2 متر ويبدأ بالكتابة. يستغرق العمل السحري هذا لا يقل عن 2 أسبوع 3 أشهر حتى يتمه بهذه الطريقة التي ترونها. هذا أحد السحرة تم إلقاء القبض عليه. لو ترون هذه الأواني التي يحملها هي عبارة عن بهيمة الأنعام التي يذبحها الساحر للجن، فالساحر حتى يصل إلى هذا الأمر يقول له تأخذ خروف أسود بشكل معين ثم تذبحه على غير اتجاه القبلة وتسمي باسم الشيطان أو الجن الذي سيقدم لك هذه الخدمة، وهذا أحد أعوانهم نعوذ بالله عز وجل من شره. هذه نماذج أيضا لبعض الأدوات التي يستخدمها السحرة. طبعا هذه السبحة ترون أنها دائما ما تكون مع هؤلاء السحرة، طبعا هم حتى يظهروا للناس، لأن السبحة انطبعت في الذهن عند بعض الفرق أنها للعابد والزاهد والذي يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى وهو لا يذكر فيها الله وإنما يذكر فيها الشيطان الذي يقدم له الخدمة من دون الله. هذا هو الخاتم السليماني، النقش الذي يكون فيه بتلك الرموز التي قدمناها لكم في أول اللقاء. هذه عبارة عن طلاسم أيضا استخدمها السحرة، وكذلك هذه طلاسم، وهذه أيضا يعني انظروا هنا دعاء واستغاثة بغير الله، يا الله علي بن أبي طالب، يعني وجه العبادة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا إله إلا الله عيسى روح الله. فلا بد حتى يصل إلى هذا الأمر لا بد أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الساحر يعني جمع أرقام كثيرة للأشخاص الذين يريد أن يتولى سحرهم عليهم من الله ما يستحقون. هذه مجموعة من النماذج التي تستخدم. هذه أيها الإخوة هذا طير عبارة عن رأس طير، يعني هو يقول له حتى تقضي حاجتك تأخذ طير وتذبحه على غير اسم الله عز وجل وتأخذ رأسه ويقوم بتعليقه على عنقه وبذلك يستمر في هذا الكفر والعياذ بالله. هذه مجموعة أيضا، هذه مجموعة من الأحجاب، وهذه أيضا لدفع العين والسحر وغيرها تستخدم، وكلها ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأوراق التي الآن ترونها هي قطعة من المصحف. امرأة طلبت أن تسحر زوجها، فما المطلوب؟ يأخذ ورقة من المصحف ويأمرها أن تدنس هذا المصحف بدم الحيض، ثم بعد ذلك يمزق المصحف وتنظف المرأة عورتها بهذا المصحف، فتخرج هذا مصحف. بالفعل تم إلقاء القبض عليه مع إحدى النساء اللاتي ذهبنا إلى السحرة، هذه بقية المصحف. ثم بعد ذلك يأمرها أن تأخذ الروج الأحمر، هذا هو، فتفرغ ما فيه وتضع المصحف بعد أن تدنسه وتنجسه فيه. هذه مجموعة، هذا الآن بعد ما تم إلقاء القبض على هذه. أيضا مصاحف لا بد من تدنيسها وتنجيسها. هذه مجموعة من الصور التي يستخدمها هؤلاء السحرة. إذن حينما تتأملون الساحر في النهاية لا يستطيع أن يكون ساحرا، ولا تستطيع الجن أن تخدمه إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نحن حينما نقدم هذه النماذج طبعا ليس فيها تعليم لهذا السحر، فالسحر تعلمه وتعليمه كفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن حتى يبصر المرء. الآن يظهرون في القنوات الفضائية ويظهرون في على صورة متدينين وعلماء ومشايخ وفضلاء، لكنهم ويمكن أنه تذهب إليه فيقرأ عليك آية أو آيتين لكنه يدس فيها السم الزعاف والعياذ بالله سبحانه وتعالى. من
المشاهد التي رأيتها بأم عيني حينما زرنا بلاد المغرب العربي، وخاصة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. التقينا بجماعة يقال لهم العيسوية الجزارة. هؤلاء عبارة عن طائفة يجتمعون في مولد النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر الهادي ابن عيسى، يجتمعون بأعداد كبيرة جدا. إذا اجتمعوا فإنهم يقومون ببعض الطقوس الغريبة. الذي سأرويه لكم هو ما رأيته بأم عيني وقد نشرته في بعض الفضائيات. 300 رجل يسيرون، الجميع يلبس الثوب الأبيض أو القميص الأبيض والسروال الأبيض، ويسيرون في موكب واحد. أي شخص يصادفهم يرتدي اللون الأسود أو اللون الأزرق ينقضون عليه رفسا وعضا، فإذا ما عضوا أحدهم فلا يعني يخرجون أسنانه منه حتى يقتطعون منه قطعة من جسده. التقيت بهم، لماذا تفعلون هذا الأمر؟ قالوا لأن الباشا حمو هو الذي أمرنا بهذا الأمر. من هو الباشا حمو؟ هو اسم للجن الذي يخدمهم ويخدمونه ويستعينون به من دون الله سبحانه وتعالى. ثم يأتيك الأمر الذي يندى له الجبين فيقول لك نحن لا نستطيع أن نخدم هؤلاء الجن، أو لا نستطيع أن نخدمهم إلا إذا كفرنا بالله سبحانه وتعالى. هذه بعض المشاهد التي أطلعكم عليها، وهي تم بثها في بعض القنوات، لكن حتى تعلموا مدى خطورة هذا الأمر. طبعا هذا كان في المكان نحن أخفينا بعض الأمور. لو تلاحظون الآن هو يأخذ السكين ويدخلها كاملة في عينيه. طبعا نحن قمنا بتغطية بعض هذه المناظر حتى لا يتأثر الأطفال. يعني الآن هو يعني لا يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يتخلى عن دينه. تستمعون له الآن وهو يتحدث كيف يستطيع أن يفعل هذه الأمور. شوف، يقول نقوم بتحضير الجن ثم ننجذب، وبعد ذلك نستطيع فعل أي شيء دون أن نشعر به. نقوم بالذبح للجن وبعده نبدأ بعروض السكاكين. هناك عدة أسماء للجن مثل حمو وميمون وشمرون. هذه بهيمة الأنعام التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تذبح باسمه عز وجل، الآن تقاد لتذبح باسم الباشا حمو وهو الجن الذي يخدمه. تسمعون الصوت؟ كلهم ولا واحد فيها. هذه فيها جن؟ هذه فيها عيشة. هذه عيشة. مين عيشة؟ عيشة هاي جنية. أيوة. جلدة بس يزوروا. أيوة. يعني الناس كلهم الآن. ونحن سيروا إلا عيشة. يزوروا جنية عيشة. عيشة ولا مرقة. عيشة حمدوشية. عيشة حمدوشية. جنية جنية. يتكلمون بكل يعني فطاقة واستمروا على هذا الأمر للأسف. كان خلى أولاده، كان خلى قشيرته، كان خلى بعشرة، كان خلى الماء أشيد بحث، كان لك يلبح شكلها كبيرة، كان لك يلبح جيجة، كان لك يلبح حولية كي يرتاح، كان لك يلبح محتروس كي يولي بخير. واشي دابا كان ضرب الله طيشة فينا. وهذه من جيت إلى أدت من جيت بقى. أنا 18 عام وهو يحمل بالسحر. يعني هذه نماذج من هذه المشاهدات التي للأسف يندى لها الجبين. لكن حينما تتأملون الآن 18 سنة وهو يعمل بهذه المهنة ويتقرب إلى السحرة وإلى الجن وإلى الشياطين حتى يقدموا له هذه الخدمة، ليس يعني بعيدا يعني عنا حينما يقول نحن كل واحد منا يتقرب
إلى هذا الجن بما يستطيع، منهم من يتقرب بدجاجة، منهم من يتقرب بجدي، منهم من يتقرب بخروف أو نحو ذلك. المهم في النهاية أن تذبح على غير اسم الله عز وجل، فإذا ما ذبحت على غير اسم الله فقد كفرت بالله سبحانه وتعالى، ومن ثم تفتح لهم أبواب الجن والسحرة والشياطين، ويقدم لهم هذه الخدمة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. إذن هذا نموذج من النماذج التي للأسف أن البعض يقبل عليها ويتنقلون إلى بعض البلاد التي يشاع فيها مثل هذه الأعمال التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أيضا مصطفى البحر تأليف الكتب ومن خلال مشاركاته يعيش في أمراض. طبعا أنا أريد أن أريكم مقطع آخر. فقد وعد. نعم هذا الآن الشوق فترى الشوق أردنا أن نعرف ما الذي يحدث، يأتي بملابس معذرة لأنها غير مقطعة. طيب هذا إخواني سننقلكم الآن إلى الهند. نحن نقر أن السحر حقيقة وواقع وأنه موجود في القرآن والسنة، لكن للأسف أننا أحيانا نضخم الأمور ونصدق أي شخص. الآن هذا شخص التقيت به في الهند، شخص لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا يستطيع أن يداوي الناس بجميع أنواع العلل والأدوية التي يشاهدونها. هذه ليست مشاهد تلفازية ملفقة، وإنما هي حقائق وواقعة لأناس يدعون الإسلام وباسم الإسلام يمررون هذه الأفكار الخبيثة. هذا الرجل حينما التقينا به قال: أنا لا أقرأ ولا أكتب، ولكن سأحضر لك سليمان وجلجار الذين يتحدثون معك ويقصد بهم الجن. الآن حضره الجن كل في جسد إبراهيم بعد أن يقوم بعمل هذه الطقوس، لذلك فمن مد يده هنا بالسلام والتحية للحاضرين ليس هو إكرام بشحمه ولحمه كما نراه، بل واحد من الجن الذي يسكنه حسب زعمه والأكثر من ذلك. الآن أغمي عليه مرة أخرى ليخرج لنا الجن الآخر. الغريب يا أخواني أن هذا الرجل الآن طبعا يقول يسكنني أربعة من الجن. جلجار متخصص في علم الباطن، يعني طبيب باطنية، والثاني في طبيب خاص بالصدر، والثالث للصداع. والآن تضحكون، لكن إذا ذهبتم إلى ذاك المكان لا تجدون مكانا تجلسون إليه، وتستغرب سبحان الله كيف ينطلي هذا الأمر على الناس جميعا. طبعا هو ونحن نمضي قال لي: إن شاء الله أنا سأرسل معك أحد الجن حتى تساعدك حتى أثناء التصوير وأثناء المونتاج حتى ما يخرب عليك الجهاز أكثر من مرة. فهم كذبة يكذبونها ويصدقها الناس، ثم هم بعد ذلك تستمر معهم هذا الأمر، يستمر معهم هذا الأمر ويصدقوا بما فيه. طبعا طريقة الأشعة لديه غريبة. الأشعة عنده يأخذ العدسة المكبرة فيضعها في الصدر، ثم بعد ذلك ينظر في الشمس لينظر إلى الأشعة وما تدل عليه في مرض الإنسان. طبعا هذا نموذج، لكن الآن سأقدم لكم نموذج لشخص عمل في السحر وعاش زمنا كثيرا مع السحرة، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية ليبين لنا بعض الأدوات والأمور التي كان يستخدمها وهو ساحر. هذا يتكلم عن الحجبات التي تكون مع الناس، القرآن يضيف عليها شيء من الذي من خلفنا، هذا قوصا من هذه الطلاسم اللي هي خرائط لعالم الجن والشياطين أمثال هذا وأمثال هذا، كلها هي طلاسم من طلاسم من طلاسم وخرائط من خرائط الجن يستخدمونها السحرة، وكنا نستخدمها قبل التوبة فاعتبرناها أنها من الدين. قيل لنا أن هذا الخاتم اللي هو هذا البلصم خاتم سليمان، وهذا خاتم يعقوب، وهذا خاتم فلان، وهذا خاتم فلان، وهذا خاتم فلان، وقلنا أن هذا من الدين في شيء. فتأخذ آية من القرآن وتكتبها كالآتي:
ما نشرح في كلام ما حنشرحه للناس حتى لا يكون تدريس، ولكن عشان تشوفوا عظمة هذا الدجل والشعوذة باسم الدين والدين من قبلي، أن تكتب الآيات كالآتي: مثلا إنا أعطيناك الكون، إني رأيت 11 كون، زينا السماء الدنيا بزينة الكون. تكتب هذه الآيات بهذه الطريقة ويضاف على قوس من هذه الطلاسم أو غيره، ثم تكتب هذه الطلاسم بمداد نجسة تم الحيض ماء الرجال أو بعض الأشياء الخبيثة جدا، وهذه الآيات تكتب بهذه الطريقة وتلف بهذه الطريقة بالجلد، وهذا الجلد كذلك يكون جلد كحيوان نجس فيعمل حجاب لهذا. هذا نموذج، هذا الشخص عاش فترة طويلة من سنية حياته وهو يعمل في هذا السحر و في الحاق الأذى بالآخرين، ثم من الله عز وجل عليه بالهداية ليقدم لنا الدرس الأخير والنهائي أنه لا يستطيع الشخص أن يكون ساحرا حتى يكفر بالله سبحانه وتعالى. لعل من المشاهد أيضا التي رأيناها رجل من الله عز وجل عليه بالهداية أيضا يقال له أبو بكر. أبو بكر هذا أيها الإخوة رجل عامي بما تحمله الكلمة من معنى، لا يملك من مقومات العلم ولا الدين أي معلومة. كان هذا الرجل يعمل صيادا ثم بعد ذلك طرد من مهنته بسبب يعني عدم إجادته لها أو نحو ذلك. ذهب يبحث عن وظيفة ما وجد الوظيفة، فالذي وجده بعد عناء كبير يقول: كنت أجلس أمام البحر وبجواري صدفة فأضعها في إذني، تعرف يكون فيها صوت هواء، فيقول حينما أضعها في إذني يقول أقضي وقت طويل مع هذا الأمر. مر عليه رجل فقال له: أنت فقيه؟ يعني أنت شيخ؟ قال: نعم أنا فقيه. قال: عندي قضية كذا وكذا. قال: أمرك بسيط. وبدأ يصف له أنواع من الدجل والشعوذة وبدأ الناس يصدقونه. يقول: استمرت بي الأيام فأصبحت أطالب الناس الذين أقرأ عليهم أو أقدم لهم أي شيء في حياتهم، بدأت أقول له: حتى تتعالج مما أنت فيه لا بد أن تحضر لي دجاجة وديك. واستمر يقول: فكنت كل يوم أتغدى وأتعشى من جيوب هؤلاء الناس الذين يقدمون ما أريد. يقول: أنا كنت أبيع لهم الوهم، أبيع لهم الكذب والدجل. أرى الإنسان يريد أن يعود لزوجته قلت: أبشر إن شاء الله ترجع لزوجته. رأيت شخص ما يريد زوجته قلت: لن تعود إليه. شخص ليس جيد في دراسته يقول له كذلك. فيقول: كنت أعطي كل إنسان الأمر الذي يحتاجه والأمر الذي أستطيع من خلاله أن أمرر ما لدي فيه. لأن ترون الأخ أبو بكر، هذا هو أبو بكر، هو من السودان تاب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: من أغرب ما مر بي في حياتي أنه كان هناك مباراة بين فريقين في السودان، فأتى إلي أحد الفرق وقالوا: غدا عندنا مباراة ونبغاك تشوف لنا حل يعني. فقال: إن شاء الله الأمر بسيط. يقول: أتوا إلي، يقول: أنا لست ساحر ولكن أبيع لهم الهوى وهم يظنون أنني ساحر. فأخذت أوقع على ظهورهم وملابسهم وأرجلهم، لم يبقى مكان إلا وقعت فيه. يقول: تمت المباراة فانهزم الفريق بعد هذه المعاناة. فأتوا إلي وقالوا: أنت سرقتنا وأنت لست فقيه وأنت. فقلت: أصبروا علموني الهدف كيف جاء. قال: الهدف جاء بالرأس. قال: أنا ما كنت أدري، أنا كتفت كراعوه ما كتفت رأسه. فهو من الله عز وجل عليه بالهداية والتوبة، لكن يعني كم من إنسان يعيش في مثل هذا الوهم والدجل والشعوذة التي للأسف عاشها كثير من الناس وامتهنوها في حياتهم. هذا أيضا نموذج لنماذج الكذب، وللأسف أن بعض أبناء دول الخليج يتعاطون مع هذا الرجل. هذا رجل في الهند، في أقصى بلاد الهند،
يقول طبعا هو يدعي أنه عالم ويعالج، هو متخصص في علاج اللدغ الحية، فتأتي إليه تقول بدون ما يأتي المريض، تتصل به من الكويت ولا من السعودية، تقول يا شيخ ترى ابني لدغ، لدغته عقرب، يقول لك اسم أمه، تقول له اسم أمه فلانة، يقول إذا انتهى الأمر حول للمبلغ بس. وكثير للأسف يعني، ونحن عنده يرين الاتصالات من السعودية، من الإمارات، من الكويت، من كل مكان يتصلون به وهو يمارس هذا الدجل والكذب والعياذ بالله. هذا هو بصورته يعني أمامكم، يعني يري الناس من نفسه أنه من أئمة المسلمين ومن علمائهم. أيها الإخوة، هذه مشاهد، يعني كان بيدي يعني بالجعبة شيء أعظم وأكبر من هذا، لكن خشية على بعض الأطفال الذين معنا في المسجد وأيضا بعض الأمور قد لا يناسب عرضها في المسجد، نكتفي بهذا العرض الذي قدمناه. الذي نريد أن نقوله أيها الإخوة أن هذه الأمور يجب ألا تستدعي من بعض كثير من الناس يعني أي مشكلة أو أي خلاف بينه وبين زوجته، يعيده إلى الجن، يعيده إلى الشياطين، يعيده إلى السحر، إلى العين. أنا أقول لكم بعد تجربة مع هذا الأمر أن كثيرا من الأوهام التي تعشعش في رؤوس الناس ليس لها علاقة لا بالسحر ولا بعين ولا جن ولا نحو ذلك، وإنما هي خلافات. يعني الرجل قد يقع بينه وبين زوجته خلاف، هل كل خلاف بين الرجل وبين زوجته يكون بسبب السحر أو العين؟ بعض الشباب يذهب في الامتحان ويرسم ويقول والله أنا أصبت بعين، طيب ذاكر حتى لا تصاب بعين. فكثير من الأشياء نمررها على أنفسنا ونصدق بها ونؤمن بها وهي لا تمت إلى الحقيقة بالصلة. السحر حق، لكن أن يبالغ الناس فيه بهذه المبالغة الكبيرة فإن هذا من الأمور التي يجب أن نحذر منها. أيضا أيها الإخوة، الله عز وجل في كتابه بيّن لنا أن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني لا نتوقع أن الساحر أنه يستطيع أن يلحق الأذى ويأتي بالضر ويأتي بالخير دون إرادة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالله عز وجل إذا لم يشأ إلحاق الأذى والضرر بك فوالله لو تكالب جميع سحرة الدنيا عليك لما فعلوا شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحصن حصين وبحرز متين، من أتى به فقد نجا بإذن الله عز وجل من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. استمعوا إلى هذا الحديث في مسند الإمام أحمد أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعلمها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. الكلمة الخامسة قال وآمركم بذكر الله. استمعوا إلى هذا المثال، قال وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل لحقه العدو حتى احتمى منهم بحصن حصين وتدرع بهذا الحصن، فكذلك العبد لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. لنحرص على الأذكار وخاصة أذكار الصباح والمساء. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبرنا عن سورة البقرة أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أخبرنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما يكون لدى المرء من إقبال على الله عز وجل، وأبين لنا في آية الكرسي مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي أن من قرأها في صباح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ومن قرأها في مساء لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. فقراءة سورة البقرة، قراءة خواتيم سورة، قراءة آية الكرسي، قراءة خواتيم سورة البقرة، قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أيضا قراءة سورة البقرة، النبي عليه الصلاة والسلام
بين لنا أيضا قراءة القرآن، مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل الحي والميت. ما حالنا نحن مع ذكر الله ومع الصلاة ومع الدعاء ومع العبادة؟ الناس الآن يشتكون من آلام السحرة ومن اعتدائهم، وتجد أن أحدهم لا يصلي. حينما يكون الإنسان ضعيف في دينه وضعيف في إيمانه، فإن السحرة يستطيعون أن يتسلطوا عليه بأبسط ما يكون. لكن والله حينما يحرص على ذكر الله وعلى الصلاة، على أداء صلاة الفجر جماعة، من صلاها في جماعة كان في ذمة الله، وصلاة العشاء في جماعة، وصلاة العصر في جماعة، وجميع الصلوات، وتحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، بإذن الله عز وجل أنه يكون حصن حصين لك من أعداء الله، من شياطين الإنس والجن، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الإنسان. ومن تكفل الله بحفظه فإن الله يكفيه، كفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا لنحرص أيها الإخوة على الأذكار التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الإنسان إذا نزل منزلا أن يذكر أذكار نزول المنزل. يقول الإمام الطبري رحمه الله، يقول: دائما كلما نزلت منزل فإنني أقول دعاء المنزل، وفي يوم من الأيام نسيت فلدغتني عقرب فعدت إلى نفسي فتذكرت أنني لست في حفظ الله عز وجل. أيضا يحرص العبد على أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يحرص على قول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ونحرص كذلك على أن نرقي أبناءنا وبناتنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين ويقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أنا أقول في ختام هذا المجلس: من كان مع الله كان الله معه. من حرص على ذكر الله، على قراءة القرآن، على الصلاة، على العبادة، فالله عز وجل هو حسبه. من حرص على طاعة الله سبحانه وتعالى سعد قلبه في الدنيا وأمن من شر شياطين الإنس ومن شر شياطين الجن. كذلك أيها الإخوة، حينما يصاب العبد بسحر أو بعين فليحرص كل الحرص على أن يرقي نفسه، لا يحرص على الآخرين. إن استطاع أن يرقي نفسه فليفعل، فإن الرقية هي نوع من الدعاء، والدعاء إذا صدر من قلب محتاج وملهوف فإن الله عز وجل يستجيبه. إن الله عز وجل لا يقبل دعاء عبد الله غافل. الآن للأسف أن البعض يستغل القرآن ويستغل الرقية للجمع المادي. البعض الآن يستغل الرقية للأسف للكسب المادي. وأنا أذكر أيها الإخوة أن أحدهم يأتي بزجاجة الماء، نحن عندنا في السعودية بريال، فبعد أن يقرأ فيها يبيعها بعشر ريالات. الكريم الذي سعره 5 ريال يغمس أصبعه فيه فيتحول بقدرة قادر إلى 50 ريال، وغير ذلك. وخذ من أموال الناس ما تشاء، والناس إذا كانوا محتاجين يتعلقون بالقشة كتعلق الغريق بالقشة، يتعلق بأي شيء، يريد أن يتعالج، يريد الشفاء. فنقول ليتق الله سبحانه وتعالى من يقوم لقراءة الناس. نحن لا نقول لا تقرأ، اقرأوا واحرصوا على نفع إخوانكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لكن أن يكون هذه القراءة تجارة تدر على الإنسان أموالا وفلل وقصور، فإن هذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ من هذا المال، ولكن أيضا لا يجوز أن يكون هذا الدين وهذا القرآن وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجارة يتاجر بها العبد لاستغلال أموال الناس وضعفهم وحاجتهم. أفضل من يقرأ عليه هو نفسه. اقرأ على نفسك، اقرأ على أهل بيتك، اقرأ على زوجتك،
تقرأ المرأة على زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها تأتي فتجمع يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنفث فيها وتقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم تمسح بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما تيسر من بدنه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الليلة المباركة ألا يجعل بيننا مريضا ولا مسحورا ولا مأسورا بشيطان إلا فك الله عز وجل أسره. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم من كان بيننا يشكو هما أو غما أو ألما أو حزنا أو مرضا أو سحرا أو عينا، اللهم فرج عنه همه، اللهم نفس عنه كربه. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك ونبتهل إليك ونلجأ إليك يا ذا الجلال والإكرام أن تشفي جميع مرضى المسلمين عامة وخاصة من كانوا معنا في هذا اللقاء المبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا بالهداية والتوفيق، أسعد يا ربنا قلوبنا بطاعتك، واملأ أفئدتنا بالإيمان بك وبمحبتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كلنا يا رب الأرض والسماء، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة رضية ومردا غير مخزن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. املأ قلوبنا بالإيمان وأسعد أرواحنا بالقرآن واجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب الدعاء، اللهم استجب الدعاء، اللهم استجب الدعاء يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.